يعني اليوم احنا عم بنخرج طلاب ومتدربين لمجموعة من الدورات اللي عملتها الإغاثة الزراعية بالتعاون مع أكاديمية المدربين العرب للتنمية الدولية، واليوم بيتم تخريجهم تحت رعاية الأمن الوطني وقائد الأمن الوطني وقائد المنطقة محافظة الكريم العميد زاهي سعادي مشكورا. هاي التدريبات هي شملت أكثر من 250 طالب وطالبة ومتدرب، هي متنوعة سواء كانت علمية أكاديمية حرفية مهنية، لا تمكن هؤلاء المتدربين من الدخول بسهولة إلى سوق العمل، والذي من شأنه أن يحد من البطالة إلى حد ما في سوق الفلسطيني. أكاديمية المدربين العرب للتنمية الدولية بالتعاون مع الإغاثة الزراعية وبتمويل من لوكسمبورغ قمنا بتنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية في مختلف المجالات سواء إدارية مهنية محاسبية وزراعية لعدد كبير من الطلاب ما يقارب 300 طالب. قمنا بإعداد أعطائهم هاي الدورات وهي كدمج ومساعدة لهم في سوق العمل. أول شيء بناء على تعليمات سيادة اللواء نضال أبو دخان أدامه الله، نقوم بالتواصل مع منظمات المجتمع المدني والحكومي لصنع جسر متين وقوي ما بين قوى الأمن وما بين المواطن الفلسطيني ضمن برامج وفعاليات مدروسة بطريقة جيدة. من ضمن هاي الفعاليات والبرامج هذه الفعالية إيمانا منا أنه الشباب هو صانع المستقبل، الشباب هو القوة الحقيقية والزخم الحقيقي إن شاء الله لبناء الدولة الفلسطينية. عندما يكون هناك احتكاك مباشر وعرق مبذول من الطرفين من قبل هؤلاء الشباب ومن قبل قوى الأمن وخاصة قوات الأمن الوطني، تبني جسور الثقة وتبني الوحدة المتينة إن شاء الله من أجل بناء مجتمع راقي متحضر مبني على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وتمهيدا لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة إن شاء الله.